أرقام رهيبة لتبذير الجزائريين خلال الشهر الفضيل، هو ما كشفت عنه مؤسسة إكسترانات بتسجيلها لأكثر من 60,000 طن من النفايات المنزلية تم جمعها من قبل أعوان النظافة بالعاصمة على غرار مادة الخبز التي قاربت 9,000 طن. جندنا أكثر من 5200 عامل، أكثر من 400 شاحنة بمختلف أنواعها، فيها بانطاسيوس، فيها كاميون لافاج، فيها باليوز ميكانيك. العمال اللي جندناهم خلال شهر رمضان نظرا إلى ارتفاع كمية النفايات، حتى اليومين هذا أنا صايمين 28 يوم، قمنا برفع أكثر ما فوق أكثر من 60,000 طن من النفايات. هذا الشيء باسكو تبدل لا كونسوماسيون في شهر رمضان، يزيد فيها الغاسبياج، سورتو غاسبياج تاع الباء، ماده الخبز. اين قمنا برفع اكثر من 8000 ويتون دو با في شهر رمضان. تضاعف كمية النفايات المنزلية خلال الشهر الفضيل دفع بمؤسسة إكسترانات إلى تجنيد جميع عمالها بمعدل 5 دورات في اليوم، وهو ما لقي استحسان المواطنين. أو النظافة راهم بقوة، لو كان ما تغلبوش عليها ما تنجمش تمشي انت في الزنقة، ولا وراك تشوف بعينك انت، تشوف كي تجو تيليطوار ناسيونال تلقاهم كاع ما شاء الله يا اخويا، الله يبارك وربي يقدرهم، والنظافة من الإيمان. مادام تبدير كاين العمال يتعبوا بزاف، خاطر ماشي كل 5 دقائق يجوز باش يبالي ولا باش يلبد الزبل نتاعو. هي سلوكات دخيلة عن مجتمعنا، وللأسف تسجل مع عودة شهر رمضان، لتبقى اللهفة خلال الشهر الفضيل أساس تبذير الجزائريين.